الورد يا حلوين من هيلسنكي عاصمة فنلندا. اليوم رح نطلع طش كتير حلوة في منطقة اسمها هاكونير. تعالوا نشوف ايش هاي المنطقة وايش المكان الحلو بدنا نروح عليه. يلا منطقة بصراحة وين ما تمشي فيها بتحس حالك يعني بدك تضلك مكمل وما توقف، كلها خضار كلها أعشاب زي ما انتوا شايفين، ومنطقة جميلة جدا يعني لو الواحد بس يقعد فيها بينسى كل الدنيا. من الأشياء الحلوة حاطين هنا مثلا للناس إذا بدها تلعب حديد تلعب أشياء موجود بالأماكن العامة. تعالوا نشوف إيش هاي الأشياء اللي موجودة هون. من الأماكن الحلوة اللي هي سكيتينج، عاملين زي سكيت بورد بنفس المنطقة بهاكونيل زي ما انتم شايفين، طبعا بيلعبوا سكيتينج. Show me your style. Tell me what do you want to do. I want something like jump. Come on, like this. تعال نشوف أعمال الجرافيتي اللي موجودة بمنطقة هاكونيل. خلصت طشتنا لليوم في منطقة هاكونيل، بنشوفكم في الحلقة الجاية.